عارف ايه؟ تعرف يعني اللايحة؟ لا لا ما اعرفش انا الصراحة. اللايحة؟ اي حاجة خالص. اللايحة؟ لا ما عنديش اي فكرة عنها. قول لنا تعرف يعني اللايحة؟ ما اعرفش. من ناحية ايه؟ لا تعرفيش؟ تعرف يعني اللايحة؟ لايحة ايه؟ اللايحة الطلابية. لا ما عنديش اي فكرة. اللايحة لايحة ايه؟ ما اعرفش صدق. لا ما اعرفش صدق. لا ايه اللايحة؟ ما اعرفش حاجة. ده تبع الكلية؟ عارف اللائحة ان هي بتنظم دور العمل الطالب في الكلية، تمام، مع الإدارة، بشكل ان هي بيحفظ حق الطالب في ان هو يمارس أنشطة او يخدم الطلبة الأخرى، تمام، من خلال أنشطة، وان هي كمان بتنظم دور العمل مع الإداريين في الكلية، تمام. طب تعرف ان في لائحة أقروها ولا؟ اعرف ان هي المفروض ان اللائحه دي هي 2013، دي المفروض كانت اخر لائحه هتتعمل، بس مش عارف ان هي اتطبقت ولا لا، او هما بيناقشوها ازاي، بس اعرف ان هي فيها مشاكل. تعرف يعني اللائحه؟ اللائحه الطلابيه الجديده؟ لا لسه ما قريتهاش. يعني ايه لائحه اصلا؟ اللائحه الطلابيه اللي هي زي الدستور في القانون. تعرف يعني اللائحه؟ تعرف يعني اللائحه؟ لائحه ايه؟ لائحه الداخليه على الكليه؟ لائحه طلابيه ولا اي حاجه ولا عمري قريتها. حضرتك حاسه طلبه بترشحي للطلبه بناء على ايه؟ انا مش مهتمه بالموضوع اصلا وما برشحش حد. حضرتك طلبه بترشحي طلبه فيها بناء على ايه؟ بقرا الجدول بتاعهم بنزلوه وبرشحهم على ايه؟ حضرتك طلبه لما بتيجي ترشحي طلبه بترشحين بناء على ايه؟ لا ما كانش عندنا ترشيح طلبه السنه اللي فاتت. حضرتك حاسه طلبه بترشحي طلبه بناء على ايه؟ على تفكيرهم طبعا وتفوقهم وكده يعني. لما بتيجي بترشحي الطلبه في الاتحاد بترشحهم بناء على ايه؟ اكذب عليك لو قلت لك رشحت حد هنا، لان احنا بنيجي الجامعه يوم واحد في الاسبوع. اتحاد الطلبه لما في دماغ بترشح بتعرفي بتختارين بناء على ايه؟ هو ده لسه اصلا ما اتعملش عندنا في اولى، بس لما يتعمل هبقى يعني لما اعرفه من الاول هبقى اكرر، بس ما اعرفش. تيجي ترشح حد من الاتحاد بتختار بناء على ايه؟ هو كان طبيعي ان اي حد بيترشح يبقى بيترشح على اساس البلان، هو كان عامل بلان، تمام؟ بيترشح على اساس هو ايه الكواليفيكيشن اللي هي ممكن تخليه يخش المنصب ده او يترشح للمنصب ده، بس احنا عندنا في الجامعات مش كده، مش ماشيه كده خالص. هي ماشيه بان واحد مثلا مصاحب ناس كتير فبيخلي الناس دي تنتخبه، تمام، و يعني ما بتبقاش في الاخر ان هو طالع بيطلع شباب في الاتحاد ما بيبقاش قد المسؤوليه ان هو مسكها، لان هو ما مسكهاش على اساس اسكي او يعني ما مسكهاش على اساس مهارات عنده، او ما مسكهاش على اساس ان هو كان بيسعى للمنصب ده، غير ان هو بس كان عارف شويه ناس كتير، تمام، واختاروه على المنصب. لما تيجي ترشح حد انت بترشحه بناء على ايه؟ بالحب، يا ماشيه بالحب عشان ما تمشيش. انت خلاص حد طلب ترشح حد بناء على ايه؟ بناء على خدمه الطلاب نفسهم، يبقى كنا جايبينها باسم الطلبه للمسؤولين في الكليه، المسؤولين في الجامعه عموما يعني. الطلبة بترشحي فيها الطلبة بناء على ايه؟ على برامجهم المفروض.